بس ليه؟ شرف امي تربيك انا بيل الجن، ونام ما تشوف لنا حلفان عليه القيمه. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخه دي؟ بس وفيها كبير عالم وسخه يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجه غير الشاي ده. ولا عيني غير الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتميز؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عياله صغيره بكلون ابيض عشان تضحكي عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت يا ابني الورده انا كنت جايبهولك، ما دي الحاجه اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني ولا انت واخدني ورث وانا مش واخده بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك كلها كام يوم وهنتجوز. ايه بنت في ايه؟ تاني تاني يا سعيد يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني المأذون. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سيد الحقني يا اخويا. ارحب في ايه؟ حد جرب له حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقولي ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. ده مين اللي ده في ايه؟ ده خلاص خالص. مش فاهم حاجه. تعالي مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نيه غبر. ايه؟ قول لي ابوك شبشب لك. يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح صف نيتك ناحيه ابوك. ابوك راجل جدع وعتره والف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه. ليه؟ عشان كتير قال لها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. أمك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن أبو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. آه أنت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ صدق شكلك لقيت هياويسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يفني مزاجها اقول. لما ايه يا اخويا هفت؟ ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبق على مراوحك لما قلت لي دلوقتي هي مين. وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا. إيه اللي حسها؟ حسها بيكتفني من كل جهة. تكتيفة عدلها أربعة يفكوها، بس تكتيفة ناعمة ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس إن مشيتها بتقفل جفني سنة بسنة. أحيا عليك يا واد يا صلاح، ده أنت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش إن شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سعيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد وصلت الحاجه؟ مفيش حاجه يا عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه. طب حد سال في الاسامه؟ بلبل لسه مكلمني مفيش ولا بلاغ. طب انا هطلع على مستشفى احمد ماهر ومستشفى المنيره، اللي يوصل لحاجه يكلم التاني. لو عرفت حاجه كلمني على طول يا عم سلطان. مخ يا بلبل طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجوده فيه خالص، ولا في اسم السيده ولا في نقطه المنيره. بس بقول لك ايه؟ وانتوا بتدوروا على عيل تايه اسمه عمر. عيل تايه مين وعمر ايه؟ اسمه عمر احمد عبد الحليم.
امين الشرطه صاحبي في اسم السيده، هو قال لي كده ان الست نصره جت على العصريه كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنه، فقلت اسالك يمكن في علاقه بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين انت كمان؟ لا يا اخويا اصل ايه؟ اصل ايه؟ تعرفي حاجه عن نصره مخبيه عليا؟ يا لهوي انا اعرف حاجه. ما تطلعي بنت في ايه؟ في ايه يا سيد مالك؟ اصل هي اتخانقت مع الواد حماده وخدت في وشها كده. حماده بايه؟ حماده الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ اصل فتحها موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حماده بنت انت كمان. ما خلاص يا ابوخه بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحه دي. طلع تعرف مكانه؟ اعرف يا بنت فوق. اطلع فوق كويس يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين. يلا بينا. انت تستهبلي؟ هو في واحده محترمه بتعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم، والله العظيم ده كان تمثيل، انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي الكلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل، وانت من امتى ليك في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟ راجل غصب عنك يا سافله يا ريت. بس خلي النادي تفوت على خير. بس بقى انتوا مش دغيانين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامة الطيب زياره. يا طيب يا سيد، انت ينفع اختي من ورايا طيب؟ ورحمه ابوك ما حصل. انا كنت رضا في الحلال يا جدع. طب لما انت رضا في الحلال تتكلم عن نشوان ليه؟ رجالتها ماتوا؟ انت عياط. نصره فين؟ يعني ايه نصره فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت هتتصابط يا محمد. نصره فين؟ يلا اجيب عينيك. انت عياط. عم علاء الحرام مديني ما اعرف، انا هاذي نصره برضه. لا انت ولا 10 ساعات يا كمان. يا عبد السلطان لقيتوها؟ ماشي. افتح يا بلبل. حلني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا 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 حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه هعمله. شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي. اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ أنا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك، مفيش نقطة تنزل على الأرض، بسرعة! مالك يا سيد؟ من أول ما دخلت يا أخويا وأنت وشك متغير، مالك يا أخويا؟ آي يا رجلي ياما يا رجلي. السلام عليكم. هو مش ده بردك؟ هو مش ده بردك بتاع الحاج عبد الرازق؟ عبد الرازق مين يا واد؟ طب لا مؤاخذة لا مؤاخذة. خلفت من عبد الحليم يا بت؟ استغفريني يا بت، فاكراني ايه؟ ها؟ فاكراني ايه؟ وانا اللي بحكي واتحكي عن شرف اختي وانا ضفيتها يا بنت الكلب؟ والله العظيم في الحلال، في الحلال والله. حلال يا بنت الكلب؟ الحلال من ورا ظهري، حرام يا بنت الكلب. ما هو جايلك، عملت ايه؟ قلت لا، قلت لك لا. انت عملتي ايه؟ سلمتي له نفسك يا بنت الكلب؟ خليتيه يدوس عليك بالجزمه يا بنت الكلب؟